ولمزيد من النقاش عن التحول الحكومة في العراق نحو التمويل المركزي للشركات النفطية وأثر ذلك على صناعة النفط في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. أولا الله يحييك يا دكتور، مرحبا بك. أولا ما المقصود بالتحول إلى التمويل المركزي دكتور؟ المقصود أنه جميع العمليات النفطية وأرباحها تتحول إلى سيطرة الدولة، يعني الدولة يجب أن تشمل هذه، يجب أن تسيطر على جميع هذه العمليات وتحت رقابتها، يعني تحت رقابة الدولة. هذه طبعا عملية خاسرة، لماذا؟ لأنه هذا النظام، نظام التمويل الذاتي، منذ ستينيات القرن الماضي أخذت به الدولة العراقية وأعطته للشركات النفطية، يعني الشركات النفطية لها صلاحية. يجب علينا أن نفهم أن هذا النظام التمويل الذاتي أخذ به الاتحاد السوفيتي حتى في سبعينيات القرن الماضي عندما كان النظام مركزيا، يعني مسألة أنه التمويل الذاتي عملية إدارية اقتصادية بحتة من قبل الشركات نفسها. نعم. ما دوافع الحكومة الرئيسية إذن لهذا يعني النوع من التحول دكتور؟ أنا باعتقادي الدوافع يعني غير ضرورية وغير جدية وواهية، وحتما وراءها مصالح ذاتية بالدرجة الأولى. نعم. وإلا يجب عليهم أن يفكروا بصالح الطبقة العاملة وصالح الموظفين الذين يعملون بهذه الشركات في الناصرية والبصرة وميسان وبقية مدن العراق التي فيها شركات نفطية. نعم. نعم. طيب دكتور، هذا التحول هناك رفض على نحو واسع داخل قطاع النفط ومن قبل الخبراء الاقتصاديين لقرار الحكومة. ما تأثير ذلك على القطاع الأهم في البلاد كما تفضلت قبل قليل، لكن بمزيد من الاستفاضة لو سمحت؟ الاستفاضة، وهي علينا أن نعرف أنه القطاع النفطي يمول 95% من الاقتصاد الوطني العراقي، يعني الاقتصاد الريعي العراقي لا زال تحت تأثير بيع النفط إلى الخارج ومن ثم استلام هذه المداخيل ومن ثم تمويل الميزانية العراقية. إذن علينا أن نعرف أنه يجب أن نهتم بهذا القطاع ويجب أن نهتم بهذه الشركات، لأنها هي التي تقوم بتمويل الاقتصاد العراقي بنسبة 95%. علينا أن لا ننسى ذلك ونضع أمام عيوننا أن المسألة مهمة جدا ويجب أن نعطي الحقوق. لماذا؟ لأنه عمليات التمويل الذاتي تشمل الاستخراج والبحث والتنقيب والداخلي والتصدير وأهل المجرى. إذن يجب أن نكون منصفين لهؤلاء العمال والموظفين والإداريين الذين يعملون في هذه الشركات. حتى نفس وزير النفط الحياني هو مع العمال ومع الموظفين ضد هذا القرار. نعم. إذن هذا القرار خلفه، خلينا نحكي بالحرف الواحد، ناس فاسدين خلفه مافيات يريدون أن يستولوا حتى على لقمة العمال والموظفين الإداريين والمهندسين وأهل المجرى. وهذا هو السؤال دكتور سناء، يعني في ظل الفساد المستشري في العراق وسيطرة الميليشيات على الحكومة، يمكن أن تتسرب هذه الأموال لتمويل هذه الميليشيات وتحرم منها العوائل وكذلك العاملون في القطاع كما تفضلت. والسؤال هنا عن يعني من يضبط هذه المسألة ومن يراقب هذه المسألة حتى لا تكون الأموال منهوبة بصفة عامة؟ طبعا هو بشكل عام الذي يراقب الدرجة الأولى هو البرلمان، هذه هي مهمة البرلمان، علينا أن نراقبها بشكل جيد ونعرف أن هذه الأموال لا تذهب إلى جيوب الفاسدين الذين يعملون سلبا وليس إيجابا على الاقتصاد الوطني العراقي. إذن علينا أن نوجه السؤال إلى هذه اللجان البرلمانية، إلى لجنة النفط والغاز، إلى البرلمانيين، إلى الأعضاء البرلمان المستقلين الذين يهمون بالدرجة الأولى الشعب العراقي والاقتصاد الوطني العراقي والطبقة العاملة والموظفين والإداريين وأهل المجرى. إذن هي مصلحة عامة، ليس فقط مصلحة شخصية تابعة لهؤلاء الأحزاب
او لهذه الاحزاب او لهؤلاء الذين يديرون هذه الاحزاب والمافيات السياسيه. نعم دكتور، الى اي مدى ترى بان فشل السياسات الاقتصاديه للحكومات المتعاقبه بما فيها حكومه السوداني جعلهم دفعهم الى النظر الى اموال الشركات النفطيه وبالتالي محاوله استغلالها؟ الجواب هو انه يعني لم يبقى شيئا الا والفساد يريد ان يسيطر عليه، لم يبقى شيئا الا وتريد هذه الاحزاب السيطره عليها، يعني حتى مثل ما اقول ركضوا الى هذه الشركات النفطيه ويريدون ان يسيطروا على اموالها او على ارباحها. هذه طبعا هذه طامه كبرى، هذه كارثه كبرى امام العراق وامام اقتصاد وطن العراق، علينا ان نحاربها بجديه داخل البرلمان وخارج البرلمان ومن خلال الناس النظيفه ومن خلال اعضاء البرلمان المستقلين الذين هو واجبهم هذا بالدرجة الأولى. نعم يعني يبدو أنهم لا يمتلكون التأثير الحقيقي لوقف هذه العجلة، يعني في البرلمان مثلا ليس ثمت محاسبة، هناك رقابة، هناك تقارير تخرج، هناك تصريحات، لكن لا يستطيع البرلمان ولا الكتل الموجودة إسقاط الحكومة أو محاسبة الوزير المعني بالموضوع. إذن أمام كارثة حقيقية سوف تلم بالاقتصاد الوطني العراقي. يعني إذا كانت هناك بعض الصعوبات التي رأيناها في إدارة الاقتصاد الوطني العراقي في برامج التنمية والتطوير والتطور وإلى آخره، إذا هكذا أمامنا هو الفساد داخله حتى يريد أن يسيطر على هذه الشركات، وهذه هي طبعا الطامة الكبرى لتدمير الاقتصاد الوطني العراقي بجميع قطاعاته، طبعا بالدرجة الأولى القطاع النفطي، لأن هو الذي يمول الموازنة العراقية وهو الذي يمول جميع قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي. نعم أشكرك جزيلا دكتور سناء عبد القادر من أوسلو الخبير الاقتصادي، شكرا لك.